بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مدرسة أطفال الرمثة النموذجية، نحييكم. معكم المس خولة السلمان. عندنا اليوم طلبة الصف الخامس، درس الغذاء المتوازن. طبعا شرحنا بالحصة السابقة عن مجموعات الغذاء، وتعرفنا على 5 أنواع من المجموعات الغذائية. إذا بتتذكروا معاي حكينا عن الكربوهيدرات، تمد الجسم بالطاقة والحرارة، مثل البطاطا والأرز والنشا والمكرونة إلى آخره. أيضا الفيتامينات التي تمد الجسم بمواد تساعده على مقاومة الأمراض وتقوية مناعة الجسم. أيضا البروتينات، مجموعة البروتينات التي تساعد على نمو الجسم والخلايا. أيضا الأملاح المعدنية التي تساعد على تقوية العظام والأسنان. وأيضا الدهون تعتبر مصدر آخر من مصادر الطاقة. نرجع لموضوع درسنا اليوم اللي هو الغذاء المتوازن. الغذاء المتوازن، من كلمة المتوازن بعرف أنه لازم يكون في عندي توازن بكمية الغذاء اللي لازم أتناولها من الـ5 مجموعات الغذائية. إذن الغذاء المتوازن هو الغذاء الذي يحتوي على كميات مناسبة من مصادر المجموعات الغذائية. يعني أنا عندي 5 مجموعات، لازم أتناول من الـ5 مجموعات كميات مناسبة، يعني ما بدي أكثر من مادة أو من مجموعة على حساب المجموعة الأخرى. يعني مثلا الأشخاص اللي دائما أكلهم كربوهيدرات، هذا نظام غذائي خاطئ. أيضا الناس التي تعتمد على الفيتامينات فقط، أيضا غذاء ناقص. أيضا على البروتينات. إذا لازم أنا غذائي يحتوي على كميات مناسبة من الـ5 مجموعات. لازم أكل كربوهيدرات، لازم أكل فيتامينات، لازم أكل بروتينات، أملاح معدنية ودهون. إذا وجبتي الغذائية لازم تحتوي على الكميات المناسبة من الـ5 مجموعات. وجسمك بيحتاج يوميا إلى كميات متفاوتة، كميات مختلفة من المواد الغذائية. وبالتالي أنا في عندي إشي اسمه الصحن أو الطبق الصحي. الطبق الصحي، الطبق الصحي يعني الطبق اللي بيحتوي على الكميات المناسبة من الكربوهيدرات، الكميات المناسبة من الفيتامينات، من البروتينات، من الأملاح المعدنية ومن الدهون. إذا طبقي الصحي لو إجيت أمثله يا رابع، انتبهوا لعندي، هون في عندي هاي الرسمة بدك تعملها نشاط أنت بالبيت. في عندي هذا الصحن، بدي أقسم طبقي الصحي بهذا الشكل. في عندي الحبوب، الفواكه، الخضروات والبروتينات والألبان. لاحظوا يا خامس إنه الـ5 أجزاء ليست متساوية. في عندي أكثر شيء الخضروات، إذا إحنا لازم نشدد في غذائنا على الخضروات وأيضا على الحبوب. كميات أيضا من البروتينات ومن الفواكه ومن الألبان. لاحظوا إنه كل مادة غذائية من هذول الـ5 تختلف في كميتها. يعني صحني الصحي لازم يحتوي على الـ5 مجموعات ولكن ليست بالتساوي. يعني مش نفس الكمية من الحبوب، نفسها من الخضروات، نفسها من البروتين، نفسها من الفواكه. لا، كل مادة غذائية إلها كمية مناسبة لازم أتناولها حتى يكون طبقي صحي، وأيضا بستخدمه كدليل حتى يساعدني على تحضير وجبات غذائية صحيحة. طبعا زي ما أنتم شايفين الصحن الصحي أو الطبق الصحي كمياته مختلفة من المواد الغذائية. هلا يا خامس في عندي فقرة بعنوان صحتي في غذائي. صحتي في غذائي، هلا هاي بتمثل عادات صحية سليمة بتساعد على انه يحتوي غذائي او يساعدني في انه تكون صحتي سليمة. عندي الصورة الاولى، اتناول الغذاء الذي يعد في المنزل، يعني طبيخ ماما اسكى. مش دائما عندي وجبات وسندويشات ومن برا وهمبرجر وفروج والى اخره وشاورما. ماما شو طابخة كذا، لا روحوا جيبوا لنا شاورما. ماما شو طابخة كذا، روحوا جيبوا لنا اي وجبة جاهزة من برا. هذا الحكي كله بضر. اذا اتناول الغذاء الذي يعد في المنزل على اساس يكون صحتي او يكون طعامي صحي. بالاضافة ما ننسى الى شرب كميات كافية من الماء. يجب ان تشرب يوميا مقدار من الماء ما يعادل او يناسب كتلتك. ايضا النظافة مطلوبة، نظافة الخضار والفواكه وغسلها جيدا قبل الأكل، خاصة الخضار والفواكه التي تؤكل نيئة أو بدون طبخ. أيضا عندما أذهب للتسوق ولشراء المؤونة الغذائية يجب أن نقرأ المعلومات الغذائية على العلبة وأنتبه إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها. لا أشتري المعلبات أو المواد الغذائية التي انتهت قابلية صلاحيتها. إذا هاي عادات صحيحة، هاي عادات صحيحة. صح صح صح
صح. الآن في عندي هون بعض العادات السيئة. بعض العادات السيئة مثلا إنه دائما نتناول وجبات غذائية جاهزة، إذن هون بقول لي أتجنب تناول الوجبات السريعة. همبرجر وشاورما وفروج وبروستد وهمبرجر وزنجر إلى آخره. هاي عادات سيئة، يجب أن تتجنب تناول هذه الوجبات أو الإقلال منها قدر الإمكان. أيضا ما تنسى التخفيف من المشروبات الغازية. أيضا لا أكثر من تناول السكاكر والحلويات، شوكولاتات، حلويات، سكريات، كلكم بتعرفوا هاي الأشياء كلها تضر بالأسنان وتؤدي إلى التسوس. إذا شوكولاتات، حلويات، سكريات، كلكم بتعرفوا هاي الأشياء كلها تضر بالأسنان وتؤدي إلى التسوس. إذا معناته أنا في عندي عادات سليمة صحيحة تساعد أن يكون صحتي في غذائي، وفي عندي عادات خاطئة. لاحظها إشارة دائرة وفيها خط أحمر هيك، هاي ممنوع يعني. تمام يا خامس. إذا هنا أتجنب تناول الوجبات السريعة، وهنا أتجنب الإكثار من السكاكر والحلويات. وبذلك إحنا بنكون عرفنا 4 عادات صحيحة لا حتى تكون صحتي في غذائي، وفي عندي عادات صحيحة أو عفوا خاطئة يجب تجنبها. أيضا ما تنسى التقليل أو تجنب أو عدم الإكثار من المشروبات الغازية، وما تنسى أنه يكون صحتك في غذائك. ماشي يا خامس. إذا هيك بكون أنا عرفت مفهوم التوازن، الغذاء المتوازن، وأيضا مجموعات الغذاء، وأنه لازم يحتوي صحني أو الطبقي الصحي على كميات مناسبة من المجموعات هاي، وأيضا العادات الصحيحة في تجنب أو في تناول الغذاء. يجب أن يحتوي الغذاء المتوازن على كميات مناسبة، مناسبة جدا من ال5 مجموعات. وما تنسى شرب الماء، لأنه ضروري جدا تشرب ماء يناسب كتلتك ووزنك. تمام يا خامس. درسنا طبعا بسيط جدا وسهل. تابعوا، احضروا الفيديو وابعثوا لي تم، علشان باخذ حضور وغياب على التم اللي راح تبعث لي إياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.